وحول استمرار الأزمة بين الصدر والإطار التنسيقي والتي كشفت حقيقة حجم النفوذ الإيراني في العراق وسيطرته على الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بك معنا أستاذ مظفر. مساء الأنوار، أهلا بك أستاذ مظفر. يعني بداية، نشاهد تصعيدا للهجمات بين ميليشيات إيران وأمريكا في سوريا بعد أن كان التركيز على العراق ساحة لذلك، ما هي الرسالة برأيك؟ الرسالة برأيي أنها مجرد أذرع، خصوصا الاتفاق على الملف النووي في مراحله الأخيرة، مجرد استعراض عضلات من أمريكا، استعراض عضلات من إيران. إيران قادرة على خلق الفوضى بالعراق وسوريا، أمريكا قادرة على الضرب متى ما تشاء، مجرد تصفية حسابات بسيطة في المرحلة الأخيرة من الملف النووي. يعني للأزمة السياسية في العراق هل لها علاقة بالأمر برأيك؟ طبعا الأزمة السياسية بالعراق لها علاقة كبيرة بالملف النووي الإيراني. إيران تريد أن تقول لأمريكا وتقول لأوروبا أنها قادرة على خلق الفوضى في العراق متى ما تشاء، خصوصا أنها تعرف أن أمريكا لا تريد الخوض الآن بصراعات، وأنها مجبولة الحرب الروسيه الاوكرانيه، العالم كله مشغول بالحرب الروسيه الاوكرانيه والتداعيات الاقتصاديه والتداعيات السياسيه، لذلك ايران تحاول ان تضغط من هذه الناحيه وتلوح بورقه النفط اذا ما رفعت العقوبات عنها، لذلك الملف العراقي هو ورقه مهمه بيد ايران في هذه المرحله. يعني من جديد كما لاحظنا يرفض الصدر قبول الدعوه للاجتماع مع الاطار التنسيقي، برايك هل ستستخدم ايران وسائل ضغطها باتجاه حل هذه الأزمة بما يخدم أجندتها؟ أنا يعني أتفق بعض الشيء مع كلام حضرتك. أرى أن الصدر هو جزء من اللعبة، يعني دور الآن في هذه المرحلة أن يكون خارج العملية السياسية، أن يخرج أنصاره إلى التظاهرات وإلى الاعتصامات وغيرها، لكن في النهاية هو بالتالي نهاية راح يجلس مع قادة الإطار، راح يجلسون ينفذون ويأمرون به من الخارج. ما الذي يعني يدفعهم لهذا الجلوس الذي تتحدث عنه؟ يدفعهم الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، يدفعهم إلى الجلوس مع بعض إذا ما هدأت أمريكا ووافقت على مطالب إيران، وهي ستوافق بالنهاية كما تتسرب الأخبار، فإنها ستضغط على أتباعها وعلى أصدقائها الجلوس على طاولة واحدة بمساعدة الكبار الموجودين في العراق والذين يؤثرون على الطرفين. نعم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يعني فإن إيران متخوفة بالفعل من اقتتال شيعي شيعي في حال لو ذهبت الأمور إلى هذا السيناريو الأسوأ كما وصفته وول ستريت جورنال، إلى أي مدى ستفقد إيران نفوذها في العراق برأيك؟ اعتقادي أن الأمور لن تذهب إلى الوضع وميزان القوى بين الطرفين لا يسمح للاقتتال بينهم، وخارج كل الكتل سواء من جهه التيار او الاطار لا يريدون ان يفقد سيطرتهم على الحكم والاموال والثروات المنهوبه جراء هذا الاقتتال، هم يعرفون ان الاقتتال بينهم سيفقدون جزء من هذه السيطره على مقاليد الحكم بالعراق، لذلك هي الان مجرد وسيله الضغط الاعلامي امام الجمهور لا اكثر. اذا هذا التسليح والتحشيد من الطرفين ما هو الا استهلاك إعلامي برأيك؟ نعم، برأيي هذا الاستهلاك الإعلامي هو مجرد لإخافة الناس وكل من يفكر بالقيام بشيء ما ضد العملية السياسية أو ضد الوضع الحالي، يعرف أنه الطرفين مسلحين، الطرفين عندهم أدواء، الطرفين مدججين بالسلاح، لذلك يفكر ألف مرة قبل أن يخطو الخطوة الأولى. هناك من يرى أن ما أنفقته إيران من مليارات على الميليشيات خلال 19 سنة الماضية لربما هو استثمار في النفوذ، هل تعتقد أن الصدر بموقفه هذا يضع إيران في ورطة أم أنه لا يخرج عن الرأي الإيراني والشور الإيراني؟ أنا من رأيي أنه لن يخرج عن الشور الإيراني والرأي الإيراني. إيران بالفعل أنفقت مليارات الدولارات على الميليشيات في العراق من أجل الأيمن والسيطرة على المخدرات والثروات العراقية، وبالمقابل هذا الاستثمار
جر على ايران مئات المليارات او الاف المليارات المنهوبه، وساعدها على تخطي عقوبات ترامب وعقوبات امريكا، وجعل العراق يعني جعل العراق الضعيف بالفساد والمستشرمين هو رئه ايران التي تنفست منها كل هذه السنين الماضيه، وكان لتسويق البضاعه الرديئه والتافهه والحصول مقابلها على العمله الصعبه، ناهيك عن تهريب النفط والتهريب عبر الحدود وكل انواع التهريب الاخرى. ايضا يعني فورين بوليسي تقول ان نوري المالكي بطائفيته مسؤول عن فساد القضاء واستخدامه بما يخدم مصالح الاحزاب المقربه من ايران، برايك اين نزاهه وشفافيه القضاء؟ انا من اليوم الاول لدخول القوات الامريكيه الغازيه للعراق اشكك بالقضاء، اشكك بنزاهه القضاء. القضاء الاكثريه من القضاة ومن رجال القانون يخططون او يلون القانون كما يريد صاحب النفوذ او صاحب المال. القله القليله مهدده بالقتل او بالموت او بالمطارده. القانون مخترق بالعراق، القانون فاسد بالعراق، القانون يحتاج الى الاستئصال من الجذور والبدء من جديد من الصفر بالعراق. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.